إلينا القائد الميداني محمد العريق. ورحب بك سيد محمد. بداية ضعنا في صورة الاشتباكات اليوم التي حصلت بمنطقة الوشكة. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحيي سيد فاضل وأحيي مشاهديك الكرام. نعم، اليوم حدثت يعني اشتباكات ولكن عن طريق المدفعية في منطقة الوشكة أو على حدود منطقة الوشكة الغربية وكذلك في مفرق البغلة، ولكن الحمد لله ليس لدينا أي خسائر، ولكن العدو تكبد خسائر في الأرواح وفي العتاد. كانت الأهداف دقيقة، يعني تابعنا صفحات العدو فوجدناها يعني اليوم عندهم مجموعة من القتلى وكذلك تم تدمير عدد من التجمعات. نعم. طيب سيد العريق، ماذا عن التقدمات اليوم في محاور طرابلس بصفة عامة؟ هو لا يوجد هناك تقدمات إلى هذه اللحظة يعني كما إذا ما الأوضاع؟ ولكن هو دفاع مشروع، يعني هم عندما اخترقوا الهدنة أو اخترقوا وقف إطلاق النار فيعني حدث دفاع، يعني الآن في حالة دفاع النفس، فحينما تتحرك قوات العدو كما قلنا سالفا يعني يتم الرد عليهم. ولكن أريد يعني عبر قناتكم الموقرة أريد أن أبعث رسالة إلى من غرر بهم في هذه الأثناء، يعني أو حتى إلى أهليهم من يسمعوننا الآن عبر قناتكم. أريد أن نقول لهم يعني الآن اقترب موعد الحسم بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني وسوف تكون الأهداف دقيقة جدا سواء عن طريق الطيران القصف الجوي أو المدفعي أو حتى عن طريق يعني الأسلحة النوعية، يعني ولذلك يعني هي رسالة خاصة لأبناء ليبيا، ليس للمرتزقة إنما لأبناء ليبيا. نطلب منهم الآن أن يخفوا وأن يغيروا ملابسهم العسكرية، إن كانوا يستطيعون الهروب الآن فليهربوا ويرجعوا إلى أماكنهم، وإن لم يستطيعوا الهروب يأتوا إلى أقرب نقطة لقواتنا وسوف يتعاملون معهم بإذن الله بشكل جيد. ولكن ننبههم ونحذرهم ونحذر أمهاتهم وأبائهم وزوجاتهم وأبنائهم، يعني نقول لهم يعني الآن الساعات القادمة أو الأيام هذه القادمة سوف يكون تغير جوهري، يعني وسوف وعلى الباقي تدور الدوائر بإذن الله، وسوف يكون استهداف دقيق جدا. ولذلك نحذرهم وهي فرصة أو نداء أخير لهم أن يرجعوا إلى بيوتهم آمنين. نعم.